ولسه مستمرين اكيد مع لقاءاتنا على شاشه قناه النادي الاهلي، ومعي بقى في هذه اللحظات طبعا كابتن حسام يوسف احد نجوم المباراه والفوز والتتويج اكيد ببطوله الدوري. فده طبعا الف مبروك الفوز يا كابتن، حقيقه قدمت اداء كبير جدا كلنا شفناه. بطوله كانت غايبه عن النادي الاهلي لمده موسمين، لكن الحقيقه انتوا وعدتوا الجماهير من بدايه الموسم ان الموسم ده ان شاء الله هيكون استثنائي، والحقيقه قد كان، يعني اوفيتوا بالوعد. الحمد لله رب العالمين، ده فضل ونعمة من عند ربنا. احنا تعبنا السنة دي، شغالين من شهر 7 معسكرين من بدري جدا، وبذلنا مجهود جميل جدا في رمضان والصيام والتعب ومفيش نوم، بس الرجالة عملت اللي عليها. الماتش الأولاني والماتش الثاني الحمد لله الفرقة كلها رجالة، الحمد لله ربنا كفينا بالمكسب، الحمد لله رب العالمين. يعني عايزينك تكلمنا اكتر عن استعداداتكم للفاينلز ومواجهه الزمالك، اكيد مش سهل خالص، الزمالك اكيد خصم قوي، استعديتوا ازاي خصوصا ان اكيد العامل النفسي بيكون مهم جدا؟ اكيد طبعا، احنا زي ما قلت لحضرتك احنا تعبنا من اول السنه، مذاكرين فرقه الزمالك كويس جدا، طبعا محطوطين تحت ضغط، بقالنا سنتين ما بنكسبش الدوري. الحمد لله الاداء باين في الملعب، احنا ليه طول الماتشين من الماتش الاول والماتش الثاني، عشان احنا يعني الناس كلها رجاله والناس كلها عملت اللي عليها الحمد لله. ايه الرساله تحب تقولها للجماهير؟ الحقيقه ما فقدوش الثقه فيكم لحظه واحده، وكانوا متاكدين ان الدوري هيعود مره ثانيه للجزيره. الحمد لله رب العالمين، الجماهير هم الجماهير واقفين معايا، هم دول الجماهير الاصل يعني، وطبعا جمهور النادي الاهلي كله في كل مكان اكيد كان نفسهم ان احنا نكسب ونرجع الدرع تاني في الجزيره. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا والحمد لله ان احنا فرحناهم النهارده الحمد لله. انا اسالهم اخر سؤال بقى، يحبوا يقولوا ايه لبابي طبعا بعد الفوز ببطوله الدوري؟ احب اقول ان هو بذل مجهود كبير جدا، وانا مبسوطه جدا ليه ولكل الفرقه، وربنا يوفقهم بعد كده ان شاء الله. مبروك. اقول له الف مبروك وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. يعني طبعا ده كان لقائي مع طبعا احد نجوم الكره الطايره كابتن حسام يوسف، يعني طبعا وعائلته، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.